أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، مع حلقة جديدة ومواضيع جديدة وعاجلة جدا وخطيرة جدا. فرض حظر التجوال الآن في دولة عربية، وربنا يكون معاهم لأن الوضع خطير جدا. كمان معانا فيديوهات مهمة جدا وأخبار مهمة جدا هتشاهد فيها فيضانات وسيول يوم القيامة، وفاة الآلاف وتدمير الآلاف. فياريت نشوف الفيديوهات اللي جاية دي، مهمة جدا، وياريت نكمل الفيديو لآخره علشان نشوف ايه اخبار حظر التجول وايه اللي بيحصل في العالم في هذا العام الغريب، عام 2022 يا جماعة. قلنا لكم عام البلاء والغلاء والحروب والبلاء، فلازم نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. اللي احنا شايفينه ده صعب جدا، لازم نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والحروب والمجاعات، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. وعايزين مليون امين يا جماعة تتقال. هنبدأ دلوقتي ونشوف اول خبر. بفكر حضراتكم طبعا بعمل اللايك، ما تبخلش علينا باللايك علشان نقدر نستمر مع حضراتكم. وكمان لو حضرتك جديد معانا وعايز يوصلك كل جديد، يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس على الزرار الاحمر الاشتراك او سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. ويا جماعة اوعوا تنسوا تنشروا الفيديوهات وتشيروها علشان الفائدة تعم على الجميع. يلا بينا نشوف الاول معانا، قبل ما نشوف تفاصيل الاخبار نشوف الفيديو ده ونقول الحمد لله على اللي احنا فيه حتى الان. الفيديو ده زي ما انتم شايفين هنبدأ هنا، ده في السودان يا جماعة، واللي واقفين فيه ده عبارة عن شارع، ده كان شارع اللي بيحملوا فيه وماشيين فيه بالمراكب. السودان تغرق بكل الطرق، السودان تغرق بالكامل، وقتلى هناك قتلى، وهناك حوالي 18,000 منزل اتهدموا، 18,000 منزل يا جماعة، يعني مش منزل ولا 2 ولا 100 ولا 50، 18,000 منزل. فلازم تقول الحمد لله كل ما تصحى الصبح كده وتلاقي نفسك قاعد على سريرك في البيت، حتى لو في صعوبة في المعيشة الاقتصادية، لكن تقول الحمد لله اللي حاصل في السودان موضوع يعني فوق الخيال وصعب جدا جدا، ومعرضة السودان كمان لمواضيع صعبة اكتر بكتير زي ما انتم شايفين. الناس قاعدة لما هدومها على اطفالها على اللي تبقى من الانهيارات اللي حصلت، ولمهم كلهم في حتة واحدة، والموضوع بيتفاقم وصعب جدا جدا جدا. فكمان عرفنا ان في فيضانات هتبدأ تاني النهاردة بكميات عتية، والخوف جدا على الخرطوم، لان لو حصل الفيضان الكبير اللي بيقول عليه ممكن مدينة الخرطوم يعني تنتهي بالكامل. دلوقتي كمان احنا شايفين معانا بيسموها فيضانات يوم القيامة، ده في باكستان. باكستان يا جماعة برضو الاف الموتى، الاف مش ميات، الاف الموتى والاف الانهيارات. وهنشوف معانا ازاي فندق بالكامل بينهار، المركب اللي ماشية برضو دي مسرعة، دي ماشية المفروض في الشارع. بصوا الناس شايلين عزلهم بعد ما البيوت كلها اتملت مية، فندق بالكامل وقع، مدرسة بالكامل وقعت، مستشفى بالكامل وقعت. الفيضانات في باكستان مسميينها الان فيضانات يوم القيامة، واللي انت شايفه ده كلها شوارع وليست بحار ولا انهار. فيعني بص المركب ماشي ازاي، المركب ماشي اكنه ماشي في بحر او ماشي في نهر، ولكن هذا كان من كام يوم كان عبارة عن شارع، السيارات مغطاة، في فيديوهات صعبة جدا مش قادرين نجيبها كمان عشان حقوق الطبع والنشر، المية واصلة للركب زي ما بيقولوا، والمزروعات باظت، البيوت اتدمرت. بصوا يا جماعة
بصوا الغضب الله سبحانه وتعالى، غضب الطبيعة من غضب الله طبعا، مش غضب الطبيعة مع نفسها. بص الفندق ده فندق بالكامل بينهار بالكامل بكل ما فيه، هل ده طبيعي اللي احنا شايفينه؟ هل ده حصل قبل كده؟ كان ممكن يحصل في اليابان لما حصل تسونامي بتاع، لكن في دولنا وفي السودان في الدول العربية وفي باكستان بالطريقة الغريبة دي، وقادلهم شهر في هذا العذاب. شوفوا الانهيارات شكلها ايه، شوفوا المدرسة هنا ولا دي مستشفى بتتهد بالكامل، بتقع بالكامل بسبب السيول والفيضانات والانهار والدمار اللي حاصل دوت. كل ده لازم تقول سبحان الله، ولازم تقول الحمد لله. انا اسف يا جماعة، لازم تقول سبحان الله والحمد لله على اللي احنا فيه، اللي احنا فيه في الاخر نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وهنا لازم اوصيك بالاستكثار بالحمد، الحمد على كل شيء. احنا في نعمة كبيرة جدا طالما بتصحى كل يوم، اولادك حواليك وعيلتك حواليك ونايم في بيتك مهما كان الظروف الاقتصادية الصعبة. ففي ناس بيعانوا بال24 ساعة قاعدين في الشوارع، خسروا كل ما لديهم، كل حاجة اتهدت واتجرفت في المية، وكمان النومة مش لاقيها دلوقتي، مع ان كان ممكن الناس دي تبقى كانت عايشة كويس جدا. فنقول الحمد لله ونمسك اول خبر مهم جدا، وقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا امين. معانا الخبر ده دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، 1061 قتيلا حصيلة فيضانات باكستان المدمرة، وده خبر من 8 ساعات بس بتاريخ 29 اغسطس 2022. اللي عايز يشوف التاريخ يوم الاثنين 29 اغسطس 2022، والخبر بيقول كالتالي. طبعا شايفين الناس بقت بتدور على حتة ارض، حتة بس كده يحطوا عليها المواشي واطفالهم ويقعدوا عليها. ادت الفيضانات الناجمة عن الامطار الموسمية التي بدأت من مطلع يونيو في باكستان الى سقوط 1061 قتيلا، على ما اظهرت حصيلة جديدة صادرة يوم الاثنين عن الهيئة الوطنية لادارة الكوارث. وقالت الهيئة ان 28 شخصا قضوا او توفوا في الساعات ال24 الاخيرة، فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول الى بلدات معزولة، بلدات بالكامل معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد حسبما نقلت فرانس بريس. وطبعا الفيضانات الموسمية هذا العام اثرت على اكثر من 33 مليون شخص، يعني ربنا يعدي هذا. ولو شفنا بعض هذه الفيديوهات اديكم شايفين الانهيارات في كل مكان، الانهيارات في كل مكان، يعني ربنا يرفع غضبه ومقته عن العالم والبشرية يا جماعة. الانهيارات في كل مكان، كلام ده يوم 26 اغسطس من 3 ايام، كل ما انتوا شايفين مدرسة على الفندق على الجسور على كل حاجة. فربنا يعدي ده على خير يا رب ان شاء الله. الدنيا بقت صعبة قوي في حتت كتيرة، وزي ما انتوا شايفين في فيديوهات كتير جدا عبارة عن خلاص ده فيضانات يوم القيامة زي ما بيقولوا، وزي ما انتوا شايفين مفيش حاجة واقفة قصادها، الدنيا كلها بتتكسر وبتتدغدغ. فمش عارفين يعني في الاخر الدنيا رايحة على فين. وديكوا شايفة النازحين وبيطلعوا بالطيارات بالالاف، واديكم شايفين هنا دي المستشفى او المبنى اللي اتهد بالكامل بالكامل. الموضوع صعب جدا 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 يا جماعة، فربنا يعديها على خير، وده يخليك تقول الحمد لله الحمد لله على اللي انت فيه،
والحمد لله على اللي احنا موجودين فيه. نطلع بقى من باكستان وندعي لهم وربنا يكون مع البشرية يا رب ان شاء الله، ويرحمنا من القادم بالنسبة لينا. تعال نشوف السودان، فيضانات السودان حصيلة جديدة للضحايا. الكلام ده 29 اغسطس 2022. ومنسوب النيل ارتفع بشكل كبير، شايفين ما بقتش بيوت، بقت خرابات، فربنا يسترها يا رب ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين الدمار اللي حاصل في السودان، اعلنت السلطات السودانية يوم الاحد ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي تضرب البلاد لتلامس 100 وفاة في وقت تحذر فيه السلطات من اتساع نطاق المناطق المتضررة. وطبعا بقى يعني حتى دمرت بشكل كامل تجاوز 18,000 منزل يا جماعة، 18,000 منزل اتدمر في جميع انحاء البلاد، بينما تضرر ما لا يقل عن 25,000 منزل تاني جزئيا. وتشير احصاءات الامم المتحدة الى تضرر اكثر من 146,000 شخص جراء الفيضانات. هو الكلام اللي انت بتشوفه ده ما يخلكش تقول برضو الحمد لله، ما يخلكش تقول ان احنا في يعني نعمة كبيرة جدا، مهما كنا بنعاني من حاجات كتير. فربنا يكون مع اخواتنا واهلنا واصدقائنا في السودان، وربنا يخرجهم من هذا الغم وهذا الكرب اللي هم فيه، ويعيد الدنيا لما كانت. وطبعا خبر برضو جديد، ارتفاع منسوب النيل وحدوث فيضانات، وهل تتأثر مصر بما يحدث في السودان؟ ده تقرير تاني ولسه هنتابعه، لكن كل اللي هنقوله ربنا يحمي كل الدول وكل البلاد من هذا الكرب اللي موجود فيه وغضب الله علينا، ونقول له اللهم ارحمنا. توجيهات جديدة من الصدر بعد اعلانه اعتزال العمل السياسي، ويمنع التدخل، يمنع التدخل في السياسة والحكومة والاعلام. وده موضوع قالب الدنيا في العراق الحبيبة. نعرف بداية تسلسل الأخبار إيه؟ إن مقتدى الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، ده 29/8 يدوبك من شوية. وإزاي مقتدى الصدر يعلن اعتزاله؟ أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الاثنين اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي. وعلى حسابه في تويتر قال مقتدى الصدر في تغريدة: يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري ان هذه القيادة جاءت بفضلهم او بامرهم، كلا، ان ذلك بفضل ربي اولا ومن فويضات السيد الوالد قدس سره الذي لم يتخلى عن العراق وشعبه. وتابع الصدر: على الرغم من استقالته فان النجف الاشرف هي المقر الاكبر للمرجعية كما هو الحال دوما، وانني لم ادعي يوما العصمة او الاجتهاد ولا حتى القيادة، انما انا امر بالمعروف وناوي عن المنكر، ولله عاقبة الامور، وارضف ما اردت الا ان اقوم أقوم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته، عسى أن يكون بابا لرضا الله عنهم، وإني لهم هذا. وأكمل: على الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع لم يكن من محض إرادته، وما صدر من بيان عنه كان كذلك، إلا أنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وأي التراث، آل الصدر الكرام، والكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء. وده كان اللي كتبه الصدر. وطبعا انتوا عارفين ان في ملايين الملايين اتباع مقتدى الصدر في العراق، والموضوع ده عمل قلق غير عادي وخروج الملايين للشوارع. فراح قرار جه حالا من العراق، مراسلنا في العراق
فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد. وبيقول أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الاثنين اللي هو 29 أغسطس فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد. وذكرت في بيان مقتضب يبدأ حظر التجوال في الساعة 3:30 من مساء اليوم. وأفاد مراسل RT في العراق في وقت سابق من اليوم بأن السلطات العراقية أغلقت المنطقة الخضراء الحكومية بالكامل. وذكر مراسلنا أن قرار إغلاق المنطقة الخضراء صدر عن الحكومة العراقية لمنع تدفق المتظاهرين من مناطق شرقي العاصمة إليها، ودعت القوات الأمنية العراقية المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء إلى مغادرتها. وطبعا اللي أنا هقوله لكم بقى دلوقتي يا جماعة لازم نسمعه. انتوا شفتوا ان في ليبيا من امبارح واول امبارح عبارة عن حرب شوارع وحرب اهلية واقتتال في كل مكان، وسيارات واسلحة ومدرعات، وده بيجري ورا ده وده بيقتل ده وده بيضرب ده. والمواضيع في ليبيا خلاص السيطرة عليها بيفقدوا الحكومات والجيوش بتفقد السيطرة على الشعوب. اللي حاصل النهاردة في العراق، وبقول ده لإخواتي وأحبائي لأن احنا قلنا في يوم من الأيام العراق دي كانت دولة عظمى، دولة كبيرة، دولة يحميها جيشها ولا يتدخل فيها أي شخص. دلوقتي العراق بقت بتسابة لكل من هب ودب، الاحتلال الامريكي اللي دخل فيها، الدمار اللي حصل فيها، زرعوا الفتنة ما بين فئات العراق وما بين احزابه وما بين الشيعة والسنة. وزرع مهما كنت انت مختلف، ولكن عرفوا يزرعوا الفتنة اللي توصل للعراق انه يقتتل شعبه بيقتتل مع بعضه. وزرعوا ان لا اصلك دولت من ايران ودولت شيعة ايرانيين ودولت اهل العراق الاصليين. في الاخر راح فين العراق؟ مهما كنت بتدافع انت بتدافع عن مين؟ العراق بينتهي وجريح وبيتدمر من داخله. وده فكرة الحرب الجديدة. الحرب الجديدة ما روحش اضربك مباشر دلوقتي بالسلاح، اضربك باهلك، اضربك باي فتنة ازرعها من داخلك، فتنة قبلية، فتنة دينية، فتنة حزبية، اي فتنة، فتنة طائفية. المهم ازرع ما بين كل فتنة عشان شعب كل بلد يقتتل فيما هو، وبعد كده الشعوب المجاورة اخلي البلاد المجاورة يقتتلوا بعض ويهينوا بعض لغاية ما ازرع بذرة الشيطان الاعظم داخل هذه الدول، وتلاقي الدول بتنهار. ومين هيسرق ثرواتها؟ الغرب هيجي ياخد البترول وياخد الغاز وياخد ثروات هذه البلاد. فارجوكم يا عراقيين اليوم طبعا الناس مش هترضى تنفذ حظر التجوال وهتنزل الشوارع وهتقتتل مع الجيش وهتشتبك مع الجيش، ويبقى شعب العراق بيقاتل شعب بيقاتل الجيش والجيش العراقي بيقاتل شعبه او بيشتبك معاهم، وهتبقى مهزلة في العراق. فحافظوا على عراقكم ارجوكم، وقولوا اللهم ارفع غضبك عنا لان ده بلاء، والبلاء ده من غضب الله على الإنسان وعلى البشر. وما تخلوش المخطط الغربي الصهيوني يتم في العراق، كفاكم زي ما تم في ليبيا وزي ما تم في سوريا وزي ما تم في دول كتيرة جدا. احنا في مفترق طرق والايام الجاية صعبة جدا، فربنا يكون مع اهل العراق. هنتابعكم ايه اللي هيحصل النهاردة بعد فرض حظر التجوال، وهنتابعكم ايه اللي موجود. تابعوني وادعوا ان يرفع الله غضبه عن البشرية جميعا. لم يتبقى لي إلا أن أشكر حضرتكم على وجودكم معايا لغاية هذا الوقت من الفيديو، وبطلب من حضراتكم ما تنسوش عمل اللايك، ما تنسوش نشر الفيديو وتعملوا شير، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أترككم في سلام الله والسلام ختام.